اليوم نتكلموا على تشغيل العلبة الصوتية أو تحويل المكالمات للعلبة الصوتية. ألوغ ممكن أننا نخدمو سكون أبيل دي سيكونس. إلا بغيت نشغل العلبة الصوتية ولا تحويل المكالمة للعلبة الصوتية إلا كان التليفون ديالي طافي، غنعمل نجمة نجمة 62 نجمة 123 دياز وندير مكالمة. هنايا كيقول لي تشغيل المكالمه نجح، ممكن انني نطالع على هذا التشغيل، نعمل ايطوال دياز 62 دياز وندير مكالمه. هنا كيظهر لي الرقم ديال العلبه الصوتيه، هذا رقم طويل هو تحويل المكالمه الى كان التليفون ديالي طافي العلبه الصوتيه. ممكن انني نشغلها الى كان التليفون ديالي ما كيجاوبش، نجمه نجمه 61 نجمه 123 دياز مكالمه. نفس الشيء الى كان الهاتف ديالي مشغول، نجمه نجمه 67 نجمه 123 دياز ابل. إلا بغيت نمحي هادو كاملين ونحيد هاد التحويل ديال المكالمات، معني إن ندير دياز دياز صفر صفر جوج دياز أوكي، كتعطيني رسالة بأن تمت العملية. ممكن أنني نختار شي تحويل، مثلا إلا كان التليفون ديالي طافي باش نطالع عليه، غندير نجمة دياز 62 دياز باش نطالع على التحويل واش مشغل ولا لا، وندير مكالمه. وكيقول لي نو ترانسفيري، يعني تحويل المكالمات غير مشغل.